اي ماما يا حبيبتي، وحشتيني قوي والله. انتي وشرف وامانه عاملين ايه من غيري؟ لا انا كويسه الحمد لله. لا خلاص انا صلحت الشبكه، بس هقعد لحد بكره عشان يجربوها، وهاجي في طارق بالليل على طول. يا ماما ما تقلقيش، هجيب ليموزين لغايه باب البيت والله. طب ماما خليكي معايا. ايه يا ماما في ايه؟ طب يا ماما خليكي معايا. سامي مساء الخير. مساء النور، اتفضلي. هو ايه ده؟ معلش حضرتك تكون بليمون مستر عمرو. طب متشكره. تقومي حاجه تاني؟ ربنا يخليكي. ميرسي. الو. اي ماما. لا خالص والله، ده اداره الاوتيل نفسها هي بعتلي يعني كومبليمون. لا مفيش يعني، عنب وبطيخ وخوخ وحاجات كده. طيب يا حبيبتي ماشي، خلي بالك على نفسك. يلا لا اله الا الله. باي باي. إقامة سعيدة عمرو الحر. ما نشوف حكايتك ايه يا سي عمرو. انت كمان ايوه يا ماما. يا ماما انا كويسه والله، باكل كويس وبنام كويس. خلاص بقى يا ماما مش هتفضلي تخافي عليا كده، انا مش صغيره. طيب يا حبيبتي ماشي ما تقلقيش. البنات عاملين ايه؟ سلمي لي عليهم كتير. خلاص والله انا راجعه افطر الساعه 11. صوري صوري صوري. انا اسف يا استاذ والله. هم كلسوا عليا وانت لفيتي فجاه يعني. هاتي ايدك هاتي ايدك هاتي ايدك يا استاذ. حاضر حاضر. كويسة؟ كويسة؟ لا طبعا مش كويسة. ايه اللي حصل بس؟ انت مين؟ انا عمرو. عمرو مين دلوقتي؟ ده انت موبايلك الواقع ده؟ ايوه موبايلي، زمانه بقاش. اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص فداك الموبايل. فدايا ايه بس؟ هات الفوطة. اتفضلي نسي في نفسك. اوعى كده، ابعد عني. استنى استنى. ايه اللي انت عملته ده؟ استاذ عمرو والله يا استاذ عمرو يا غبي ده. ولا يهمك. استر يا رب، استر يا رب. ما بتردش ليه؟ ما بترد. يكون الموبايل مفخخ وانفجر في وشها. وش بنتي راح؟ وش بنتي راح؟ لا 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 لا، ما اظنش ما اظنش. امال ما بتردش ليه؟ ردي يا بنتي يا رب، يا رب ترد يا رب. ايه يا ماما يا مالك؟ يا رب مصيبه. لا كارثه كارثه محشيه مصيبه. اختكم عداله. مالها؟ اختكم اتخطفت. يا لهوي يا حبيبتي يا دودو، انت جبت منين الخبر ده يا ماما؟ كلمتها على الموبايل، صرخت صرخه كده والخط قطع. رحت مكلمها تاني لقيت الموبايل مقفول. كلمتها في اوضتها ما بتردش. كلمت الريسبشن قالوا لي ما شفناهاش. كلمت الفندق كله بقى لي ساعتين بعمل لي الحاله دي، بيقولوا لي ما شفت. يبقى اتخطفت، العصابه خطفتها. بيطفوا سجاير في ودنها. بنتي اتحرقت، بنتي اتحرقت، بنتي اتحرقت. هتقولي بنتي بنتي اتحرقت. اهدي اهدي بس يا ماما شويه كده وهتلاقيها بتكلمك، ما تخافيش. ايه يا بنت انت؟ انت حاطه اعصابك في ثلاجه؟ بقول لك اختك اتخطفت، انا بقول لك انها بتعمل سفاري، وانت عارفه سينا فيها قلق فيها قلق. اكيد دلوقتي عصابه ارهابيه خطفت بنتي وجم على وسطها كده وربطوا حزام ناسف. بنتي اتناسفت. بنتي هسكت؟ هتسكتي؟ هتسكتي يا عميد نور؟ لا لازم اتصرف. ايوه اكلم رئيس مباحث جنوب سينا. ايوه اكلم في الموبايل. اسم الموبايل. هاتوا التليفون. انت عارفه يا ماما؟ كان دفعتي كان دفعتي. هكلمه يا رب يرد يا رب يرد. بيقعد يرغي في التليفون. يا رب يرد يا رب يرد. استنى. الو الو. ايوه ايوه حشمت. ايوه انا العميد نور. ايوه مفيش سلامات. اديك سمعت صوتي. اهلا بيك. اهلا بنتي. بنتي عندكم جماعه ارهابيه خطفتها رابطين حوالين وسطها حزام ناسف. هيكون غرضهم ايه يعني؟ هيرقصوا في الديسكو؟ هينسفوا الفندق؟ ايوه بيضربوا السياحه. الحقي امك شكلها هتولع الدنيا. هي جابت الكلام ده منين؟ مش عارفه، شكلها هتخلي الراجل ده يعلن الحرب في سينا. ايوه يا حشمت. ايوه انا معاك. ايوه عايز العنوان. فنادق الحر، الحر فندق الحر. معاك العنوان. عايز ايه؟
تفك بقى الحزام بالراحه، اوعى البت تنفجر. ها هتابعك هتابعك على طول، هكلمك كل دقيقه، بس ترد. مع السلامه مع السلامه. ايه الكلام اللي انت قلتيه للراجل ده يا ماما؟ انا حس الامن بيقول ان الصرخه دي صرخه اختطاف، انا درسها في الكليه. يا رب يا رب اتكدب ظبط، يا رب يا رب اتكدب دراستي، يا رب ترجع لي بالسلام بنت بنت. يا رب يا رب ماليش غيرهم يا رب. خير يا سيادة اللواء؟ عملية إرهابية والحمد لله سيطرنا عليها. في يا بابا؟ إيه اللي حصل؟ لقيوا إرهابيين عندي في الفندق. المهم إن إحنا الرهينة مش لاقينها، والإرهابيين مصرين على الإنكار وإنهم ما يعرفوش أي حاجة عنها. ودي مين الرهينة دي؟ اسمها عدالة عبد الجبار. أنا عدالة يا فندم. إنما حتة دين صدفة، إنما إيه يا ماما؟ بس بصراحة المفروض اللي هو حشمة ده يكلمهم في الداخلية يصرف لك مكافأة كبيرة قد كده. يا بنتي دي مش مسألة صدفة، ده حسي الأمني. أنا وأنا صغيرة كانوا مسميني نور رادار، بلقط كل حاجة. بصراحة يا ماما أنت أفورتي قوي في إيه؟ إذا أنت اتجننتي أفورت؟ أنت بتكلمي إيه، عيل سيس يا بنت أنتِ؟ ده أنت لو ما كنتيش بنتي كنت رقدتك. أنا آسفة يا ماما، ما أقصدش. يا ماما يعني البنت شوشو قصدها تقول لحضرتك انك قلبت الدنيا على الفاضي، وكل اللي حصل ان الست عداله هانم موبايلها وقع في البسين عادي يعني. يا بنتي قلت لك مش مساله بسين، انا بقول لك حس الامن عالي، انا عيني بتلقط الجريمه قبل ما بتحصل. عيني لو جابت يمين يبقى قتل، لو جابت شمال يبقى سطو مسلح، لو بربشت زي اللي حصل كده يبقى خطف انثى. وعلى العموم جت بفايده، هم قبضوا على الارهابيين، ما حدش عارف كان ممكن يعملوا ايه في البلد. ايه الاخبار يا هيثم؟ عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. الشغل كله تمام؟ تمام الحمد لله. بص يا هيثم انا كنت طالب منك خدمه. تحت امرك. طبعا انت اللي ماسك السيستم. بص يا سيدي. تمام مفيش مشكله. مساء الخير يا مستر عمر. مساء النور. طب انا هكلمك تاني، باي باي. ازيك يا عداله، اخبارك ايه؟ الحمد لله. احنا مش قلنا بلاش مستر ده؟ وبعدين احنا مش بقى في بينا عيش وملح وارهابيين. طيب يا عمرو انا دلوقتي عندي مشكله كبيره قوي. مشكله ايه؟ خير؟ لسه مكلميني دلوقتي وقالوا لي ان السيستم في الاوتيل كله وقع تاني، وانا هحتاج اكتر من ساعتين عشان اعرف اشغله، وطيارتي كمان ساعه بالظبط. ولا يهمك يا ستي، انا بكره ان شاء الله مسافر على طياره القاهره، هحجز لك معايا على نفس الطياره وفيرست كلاس كمان. ايوه يا مستر عمرو، بس الموضوع مش بالسهوله دي خالص، انا لازم اسافر النهارده عشان مامتي قلقانه عليا قوي. واضح ان ماما بتحبك قوي. ايوه طبعا بتحبنا قوي، ماما بالنسبه لنا كل حاجه، الام والاب بعد بابا الله يرحمه. الله يرحمه، عشان كده بقى هي قلبت الدنيا عليكي لما ما ردتيش عليها. ايوه بس بقى ما تفكرنيش، الموضوع ده بيخضني. طيب انا هستاذن عشان اخلص شغل. طب ممكن بعد ما تخلصي الشغل نتقابل انا وانت ونتعشى مع بعض؟ لا لا. ايه؟ اصل انا تعبانه قوي بصراحه ومحتاجه ان انا انام. حتى لو قلت لك علشان خاطري؟ طب والله انا ما اتعشيتش حتى من امبارح، اهو فرصه بقى نتعشى مع بعض وكده. ايه خلاص موافقه. خلاص مستنيك. وعلى فكره انا خليتهم يعملوا لك ابجريد الليله دي لسويت، يعني اعتذار مننا عن تعطيلك الليله دي. لا لا يا مستر عمرو، سويت وكومبليمو وكارت ده كتير قوي. لا كتير ولا حاجه، دي اقل حاجه ممكن اعملها علشانك. عامه متشكره قوي. العفو.